بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ألف مبروك للإمارات وقيادتها على هذا الإنجاز. المجموعة هذه هي مجموعة الأبطال والحمد لله، ودائما يشرفوا الإمارات في المنصات الدولية. بالنسبة للألعاب البارالمبية في طوكيو، طبعا كانت ألعاب صعبة، ولا ألعاب أيضا تلعب في ظروف صعبة في بسبب الجائحة. شبابنا وبناتنا يعني حاولوا قد ما يقدرون أنهم يكونوا في من يحصلوا على الميداليات، لكن في النهاية ترى هي منافسة وفي ظروف تحدد هذا الموضوع. لكن الحمد لله معظمهم كان من أفضل العشرة، وبعضهم من أفضل ستة، وبعضهم من أفضل أربعة في لعبته، فهذا شيء، وبعضهم من أحرز ميداليات، فهذا شيء يثلج الصدر. ونهدي هذا الإنجاز لقيادتنا الكريمة ممثلة بصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وأصحاب السمو جميعا وشعب الإمارات. ونتمنى إن شاء الله أن يتكرر هذا الإنجاز في المناسبات القادمة إن شاء الله، وتكون بشكل أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد الحدث هذا يعني الكثير لي أنا شخصيا ولأفراد البعثة وقيادة البعثة وشعب الإمارات وقيادتها. النجاح وصل الجائحة يعتبر بأضعاف الإنجاز. الإنجاز هذا ما جاء من فراغ، التكاتف الجميع واتباع الأنظمة اللي وضعتها القيادة في وسط هذه الجائحة اللي خلت الرياضيين أصحاب الهمم يتجاوزون هذه المرحلة الصعبة ويوصلون إلى طوكيو، وأيضا يكونون تحت الضغط النفسي والبدني والصحي من وسط إجراءات، والحمد لله قدرنا أن نحصل على إنجاز، وهذا يعتبر إنجاز مضاعف. ونحن الحمد لله كأبطال أصحاب الهمم لدينا المزيد، ولكن الحمد لله راضين بما تحقق، وإن شاء الله أن نكون في المستقبل نحقق إنجازات أفضل. نحن الحمد لله قيادتنا وفرت كل شيء، وفرت لنا جميع الميادين والدعم، والحمد لله كنا متوقعين هذا الإنجاز، وكنا متوقعين حتى أكثر عن هذا الإنجاز، ولكن راضين بما تحقق الحمد لله. إن شاء الله عندنا نحن ثلاثة أهداف. الهدف الأول هي بطولة آسيا في الصين، وأيضا بطولة العين بطولة العالم في الرماية، وأيضا نستعد إلى 2024 في فرنسا، أولمبياد فرنسا إن شاء الله. والله أنا أتمنى أن أصحاب الهمم يعني يستمرون في التركيز على التمارين، وأتمنى من جميع الداعمين أن يوقفون مع أصحاب الهمم، وإن شاء الله أنهم يحققون نتيجة أفضل في السنوات القادمة.